بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه. سائل يسأل ويقول: ما حكم أخذ حقنة الأنسولين في رمضان والإنسان صائم؟ أقول: وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد، أن الصيام يشترط فيه الصوم عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. أما بالنسبة للحقن الذي يأخذها المريض في نهار رمضان، وخاصة حقنة الأنسولين الذي يأخذها مريض السكر، فهي لا تفطر الصائم ولا شيء فيها، وأخذها صحيح ولا يؤثر على الصيام، لأن الحقنة لا تصل إلى الجوف من منفذ معتاد، والمنفذ المعتاد هو الفم. وعليه نقول للسائل أن جميع الحقن وحقنة الأنسولين خصوصا لمرضى السكر لا تفطر الصيام، والصوم صحيح إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى العالمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاماً.